أحباء المشاهدين، فيه في يسوع المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. فانتهى البشير يوحنا قائلا: كتبت لكي تعلموا أن لكم حياة إن آمنتم باسم يسوع المسيح. هذه الحياة هي في شخص يسوع المسيح. في مرة جاء شخص وقال ليسوع المسيح: يا رب، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ بيلاطس يسأل: ما هو الحق؟ وتوما أيضا يقول، بيسأل يسوع عن الطريق. فيجيب المسيح لهؤلاء الثلاث مدارس قائلا: أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة الأبدية. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. أنا هو الخبز الحي، أنا هو خبز الحياة. نستطيع أن نقتات، أن نعتاش، أن نتغذى على يسوع المسيح. ثم قال: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح.